أغلبية الاستطلاعات اللي نسويها تكون تستهدف المواطنين. أحياناً تصير بعض الجهات تريد آراء المواطنين والمقيمين، فيكونون هذول ضمن داخلين ضمن الفئات المستهدفة. وغالباً لما تكون جهات تستهدف غير المواطنين وما يكونون عملاء عندها ولا شيء، فقد تزودنا بالأرقام. أما المواضيع فهي أكثرها حول الصورة الذهنية وحول الرضا عن الخدمات وحول الوعي بهذه الجهة أو تلك. أحياناً يكون فيها آراء من مؤسسات مثل ما أشار سعادة الأمين اللي قضية مجلس الشورى وكذا، وحول قضايا السياسات أنه سترسم سياسات أو ستقترح أو قوانين، فيؤخذ رأي المواطنين مثل ما أشار الدكتور عبد الرحمن عناد عن أهمية مشاركة المواطنين في هذه السياسة التي ستبنى أو القانون الذي سيقترح.